هادي يا سيدي واحد المرأة قالت لراجلها إلا كنتي كتبغيني ديال بصح وكتحبني وعزيزة عليك ذبح لي السبع. إيوا قال لي الطلب اللي طلبتي راه صعيب، طلبي شي طلب أخر سهل شوية. إيوا قالت له عطيني الكود تليفون نشوف الواتساب ديالك. هو يقول لي هاد السبع بغيتيه بلدي ولا رومي؟ قال لك اسيدي هذا واحد الرباط الصحاب جالسين مجمعين مع راساتهم. واحد اسيدي فيهم قال له بشي فلان الروح ديال التمسخيط والروح ديال الكعبه والروح ديال التزغبانيات. قالوا له ويلي باش عرفتيها؟ ايوا قال له بالا غادي نعيط له ونجربوا حداكم وانتم كتشوفوا. عيط له خلاه تقرب ودار له واحد الرزيبه ديال الفلوس في وسط الطريق. هذاك خينا بقى جاي بيقرب حدا الفلوس، شاف فيهم وقال لهم شحال تعطيوني غنغمض عيني ونجي حتى لعندكم. راه اللي زغبي وصافي. هذا واحد الولد اشبعان عياقه، هو يتلاقى مع واحد الشيبانيه وبدا كيعيق عليها. قال ليها الحاجه ما بالكش واحد الكار ديال القروده عامر داز من هنا ويتشوف فيه داك المراو شبعان عقوله مع راساته. قالت له مالك يا وليدي راك تحتي منه ولا شنو؟ هذا واحد السيد مكلاخ ما عمره ما مشى لمدينه الرباط. واحد النهار صاحبه قال له يلا تمشي معايا. ايوا فاش دخل في الدخله ديال الرباط لقى بلاكه مكتوب فيها الرباط وسالة. هو يدور عندك صاحبه قال له او على هذا الرباط ما لقى فوقاش يتسالى حتى جيت انا.